السلام عليكم. الاسم لطيفة بويهضة، انا الجمعية المغربية للرفق بالحيوان. احنا هنا واحد العمل كنديروه على قبل واحد البكمات لله سبحانه وتعالى، سلب ليهم النطق والإرادة ودارهم بين يدينا، وغيشوفنا احنا واش غنقدروا نكملوا معاهم ولا لا. ما احنا كنحاولوا نديروا جهدنا، وطبعا ما يمكنش نشوفوا شي حيوان صوامش او كلب نخليوه في الزنقة مرمي، كنديروا اكثر من الجهد. اللي كتعاوني في هذا العمل هي الاخت كبيرة محيد، وهما تقريبا بالنسبة للكلاب هما اللي كيلقاهم كيجيبوهم ليا. اللي كتكلف به هي الاخت لطيفة غارسيا، راه كاينه في فرنسا. احنا بالنسبة لنا كجمعية راه ما كاين حتى شي دعم، لا من الدولة ولا من اي جهة مسؤولة ولا لا احزاب لا منتمين، ما كنتمنوش شي حاجة. اللي عندنا هو واحد الانسانة طيبة كاينه على برا، عندها واحد الجمعية هي اللي كدير هادشي كامل تقريبا عامين، ماشي بزاف. هي باش تاسست عطلات واحد العام ديال التاسيس، ودابا عامين باش خرجات، يعني عامين اللي كاينه تقريبا هي اللي كاينه بالضبط. سيدي هما من الدار البيضاء، عملية البرنوصي، عمل سيد البرنوصي. هو الطبيب هو الاول على حسب الخبره المشتركه ما عندنا، ولينا كنعرفوا الدول اللي كنحتاجوا لهذا القطيطه ولا هذا الكليب كنديروه من عندنا، ولا ما عرفناش ديك الساعه كنمشيو عند الطبيب بيطاري. كاين 21 غش هو الوحيد اللي كنتعامل معاه، مسكين كيستر معايا في الفاكتوره. لا ما كاين حتى شي دعم، الدعم الوحيد هو هاد السيده. حنا تقريبا كنخدموا في فيسبوك، انا بالنسبه ليا منتدى احسان حنا في فيسبوك معروفين، رغم الاكراهات الانتقادات رغم هادشي كامل، حنا خدمتنا راه كنديروها مع هاد البكمات هادو، ما كنقدروش نفوتهم. وكنأكد على ان الدعم الوحيد والاوحد اللي كيكون عندنا حنا في العمل هذا اللي كاينه في فرنسا هي الوحيده. بصح مع المده هذا المحل ولا معروف، هو كان محل ديال بيع لوازم القطط والكلاب، حتى ولا كيحتاجوا الناس ليكوش، كيحتاجوا دواء، كيحتاجوا. انا بالنسبه لي كنخدم غير في الفيسبوك، كنحط الطلب في الفيسبوك والحمد لله كيجيو الناس كيشريو. مي بالنسبه ليكوش يعني تعرفت هنا بليكوش بزاف، كاينه واحد السيده على برا في فرنسا صاحبتي، هذه هي الوحيده اللي كتمولني. مي ما نقدروش نقضوا بالناس كاملين، يعني محتاجين الدعم ضروري. ابدا عمري خديت شي دعم، الكونت عندي ما عمر دخلت فيه شي حاجه من برا، من غير هكا الا حطيت شي دواء او لا احتاجيت ليكوش كنصر. الناس اللي راه كنحط تصاور في فيسبوك راه تصاور ما كتقدرش تشوفها، شويه صعيبه من عند راسي، من ما كنحيد من ماكلت ولادي وهاد السيد ثلاثة، ما كاينش شي حد اخر ما كاين. يعني ابسط شيء انا كنت محتاجه شراكه مع جمعيه، كنت غير نلقى واحد الارض، واحد السيده كانت غتوقف معايا قالت لي الا بغيتيها جيبي لي شراكه مع جمعيه. كبطاقه تقنيه خاصك تعمرها ضروري، ما لقيت حتى شي جمعيه غادي تقدر تبغى تدير معايا شراكه. يعني جمعيات الوطن عندنا في المغرب يستحيل تشد بيد واحد الجمعيه الله باديه، راه ما يمكنش. هذه وحده انا بعدا ما بقيتش معوله عليها، عرفت راه ما غاديش يبغاو مني، ما بقيتش كنطلب من حتى واحد. منين ما كرهتش، ما كرهتش واحد المأوى ليهم، حنا عليه كنقلب دابا، ولكن شكون غيقدر يعاونني فيه؟ ما انا هنا حنا كنشوفوا هنا كيستافدوا ناس من مقرات وكيبقاو سادين وما كيستغلوهمش. انا راه هنا فين كيباتوا المشاش كامل، هاد المحل اللي شتي صغير هنا فين كنجمعهم كاملين كيباتوا، لدرجه كريت محل داخل يعني بفلوسي، وما بغاوش ليا الناس السوق. مثلا بالرغم ان السوق خاوي ماشي زعما مروج ولا قيصاريه، ولا راه مئات ديال المحلات كلهم مسدوده، باقا الدنيا عندنا خاويه فهمتي، وما بغاوش. يعني هي هكاك، ما علاش ما بغاوش. جيت نقلب لقيت بانهم ما كيعترفوش بثقافه الرفق بالحيوان، بعدا ما كايناش قالك هذاك الكلب ما خصوش يدخل عندنا. حنا كنشوفوهم بحال بحال، عندنا بحالهم بحال ولادنا، يعني حتى هي روح وحتى هي محتاجه للعنايه ومحتاجه للرفق. بغيتهم يساعدونا سواء الناس بجوج، الناس والمسؤولين تاعهم، يعني حتى المسؤولين ديال البلاد. حنا ما كندعموش ماديا وما كنطلبوش فلوس، حنا ما باغيش فلوس، انا شي مساعده بالنسبه ليا. ملي تجيب واحد الدواء اولا تجيب غير واحد الماكله لهاد المشيشات، ابسط مثال كاينين معايا هنا شي عيالات بحق قلال، جوج عيالات اللي كيخدموا معايا بحال هكا، كتمشي كتقضى واحد الدجاجه كطيبها كتحطها للمشاش، انا ما كندخلش بوحدها، كتمشي طيب وكتعطيهم ياكلوا. انا بالنسبه ليا ما بغيتش فلوس، انا كنقول لهم كنعاودها يجيبوا دواء ويجيبوا ماكله، والمسؤولين يحاولوا يلقاو لنا واحد الارض اللي نقدروا حنا نخدموا فيها. هاد المشيشات راه ما يمكنش نبقى حابسه، مع المده راه كيولفوا رشتيهم كيخرجوا، ولكن ملي كيجينا واحد السيمانه اولا جوج خاصهم ضروري يبقاو محبوسين تيتعلموا الطريق، عندي الشانطي قدام ملي كيعرفوا المحل عاد ديك الساعه كنبقى نطلقهم. وكا ما خدامش خاصهم واحد البلاصه ديالتهم مسيجه مأمنه. في
فين يتحركوا ما يبقاش مسجونين. باش عليك المسؤول خاصو يلتفتوا لينا حنا شويه، حيت حنا ما عندناش الباب اللي غندقوه اصلا ما كنعرفوش، حتى المعلومه ما عندكش اش من طريق اصلا. نقدر انا نتبع واحد الطريق هي ما مخرجانيش اصلا، ما نستفد منها والو. فما نكراش هما حتى هما ماشي عيب اللي قلبوا علينا. حنا في منطقه ديال سيدي البرنوص راه حنا منطقه صغيره معروفه بالنسبه لي انا، راه معروفه كندير هاد الخدمه هذه، راه كلشي كيعرفني. فاللي بغى يعاوني راه يقلب عليا، ولا يكون مسؤول ماشي شي ماشي صعيب انه ينزل واحد شويه ويجي يقلب عليا شنو كندير وما نديه ويعاون هاد البكمات هذا. ما كنطلب حتى شي حاجه من غير هاد البكمات يعيشوا مرتاحين. هادشي اللي بغيت.